اعتمد المجلس الحاكم خلال اجتماعات الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشاركة في الاجتماعات ممثلا للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي. وأكدت سعادة المحامية الزايد على المسؤولية الوطنية في رفع اسم مملكة البحرين في الهيئات الدولية وتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه في تكريس التعاون البرلماني الدولي والحرص على تعزيز مسارات الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من خلال الإسهامات الفاعلة لممثلي السلطة التشريعية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وبما يعكس حيوية العمل الديمقراطي والبرلماني في المملكة.